واحنا في موسم الشتاء وكده كده الناس كلها بتعيا، سواء انفلونزا او برد او ايا كان الامراض التنفسيه والامراض اللي مرتبطه بموسم الشتاء متعدده وكثيره. في وسط الكلام ده كله ظهرت اول حالتين من المتحور الجديد من فيروس كورونا اللي هو الجي ان 1، اللي اثار قلق مش لانه خطير في اعراضه او مش لانه خطير في طبيعته، ولكن لسرعه انتشاره وسهولة انتشاره بشكل أكبر يمكن من المتحورات السابقة. وده اللي دعا منظمة الصحة العالمية تقول لك متحور مثير للاهتمام، يعني محتاجين نقف قدامه كده شوية ونفهم أو ندرسه أو يعني نقف قدام تفاصيله وطبيعته. وزارة الصحة الحقيقة كانت بتطمن الناس وكانت بشكل دوري بتقول إنه ما فيش حالات، وأول ما ظهرت الحالتين كانوا يوم الخميس تقريباً، خرجت وزارة الصحة في بيان واتكلمت عن الحالتين دول وانه حالتهم مستقرة والاعراض خفيفة، ويعني هي من ضمن اصابة الجهاز التنفسي العلوي. فبالتالي احنا القلق مش مفيد او القلق مش ضروري، ولكن مهم ايضا الاحتراس، لان انا ملاحظة وكلنا اكيد ملاحظين انه خلاص بدأنا نتعامل انه فيروس كورونا انتهى وحاجة من الماضي، ورجعنا تاني لفكرة التجمعات والسلام بالأحضان والبوس يعني مفيش مسافات بين الناس تقريبا، طبعا لأنه الوضع في العالم كله أصبح متحسن. لكن ده مش معناه أن احنا نتخلى عن الإجراءات الوقائية، لأن دي مسألة خطيرة جدا، خصوصا وإحنا بنتكلم عن متحور سريع في انتشاره بالشكل بتاع المتحور ده. أنا معايا دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور أمجد، طيب هنحاول نتواصل مع دكتور أمجد مرة تانية، يمكن الخط فيه مشكلة، لأنه مهم جدا نفكر الناس بالإجراءات الاحترازية والوقائية. معانا دكتور أمجد؟ معاكي استاذه. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بصحه والسلامه. يعني ظهور الحالتين من المتحول الجديد، هل هو مدعاه للقلق او يثير القلق؟ طب هسألك سؤال، هو احنا كورونا كان خلص اصلا عشان نخاف من حاجه؟ هو الناس بتتعامل ان كورونا خلص يا دكتور، واحنا منهم اكيد. طب هو احنا الهدف اصلا من منظومه اللقاحات واجراءاتنا ان كورونا يضعف مش ينتهي، هي الانفلونزا بتخلص، البرد بيخلص، كورونا عدوى تنفسيه مش هتخلص او مش هتنتهي. الفكره ان احنا الحمد لله من نعمه ربنا مع ما بعد اوميكرون كل التحورات اللي بتحدث الحمد لله قللت من خطوره الفيروس، قللت من مضاعفاته. الفيروس الان يصيب الجهاز التنفسي العلوي، زكام، رش، يعني زي البرد. الاصابه الرئويه الحمد لله بقت اقل بكثير، المضاعفات الخطيره بقت اقل بكثير، حتى مع التحول الجديد اللي ظهر عالميا، قدرته على الانتشار سريع ولكن مضاعفاته وخطورته على الرئه اقل، وده الهدف. احنا مش كورونا يخلص، كورونا بقى له لقاح، كورونا بقى له دواء، كجائحة انتهى ولكن كفيروس موجود، يتحور مثله مثل الفيروسات التنفسية ولكنه أصبح ضعيفا. يعني إيه مثير للاهتمام؟ يعني إحنا هنراقبه ونشوفه، لكن مش مثير للقلق إن إحنا لقينا نسب إشغالات في المستشفيات، لا مفيش، نسب دخول رعايات، لا مفيش، عالمين في إصابات. إحنا في موسم أصلا عدوى تنفسية، عندنا برد وإنفلونزا ومخلاوي وعندنا كورونا، فبالتالي مفيش داعي للقلق. معظم الاصابات من الدرجه البسيطه اللي احنا قلنا بتصيب الجهاز التنفسي العلوي. طب في خطوره؟ احنا في فئه لا تزال هذه الفئه خطيره، اللي هي كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، مرضى السكر، مرضى ضعف المناعه، مرضى السد الرئوي، مرضى الحساسيه. طب كورونا بس اللي خطير عليهم؟ حتى الانفلونزا ليها عامل خطوره على هذه الفئه. الانفلونزا من زمان بنحذر نفس الفئات، يا جماعه الانفلونزا لها مضاعفات مثل التهاب الرئوي. فبالتالي الوضع كفيروسات تنفسيه هو الوضع في نفس الاحوال من نفس السنه في نفس التوقيت. طب كورونا ظهر تحور، طب ما كورونا اصلا ما كان موجود. طب التحور عمل اضافه جديده على الفيروس؟ ما عملش اضافه جديده على الفيروس، نفس الاعراض، ومن نعمه ربنا يصيب الجهاز التنفسي العلوي مثله مثل البرد، وبيتعافى الشخص تلقائيا عن طريق مناعته. لا داعي للقلق، لا داعي للخوف، ولكن علينا الحذر والحيطه. احنا داخلين على اعياد، الساده كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، مرضى السكر، مرضى القلب، في تجمعاتنا ايه المانع نطبق اجراءاتنا اللي احنا تعودنا عليها؟ نرتدي كمام، نغسل ايدينا على طول، نبعد، نتباعد، ناخد جرعه تعزيزيه من لقاح كورونا، نامن نفسنا، نحسن مناعتنا تجاه اي تحورات ممكن ان تحدث. طيب، في المستقبل. ده ممتاز، وحضرتك اجبت على النقطه الاساسيه اللي يمكن الناس كلها بتفكر فيها، انه المتحور ده مش اكثر خطرا او مش مقلق
زي أوميكرون أو لا يستدعي القلق بشكل يعني متعلق بطبيعته هو أساسا. لكن برضو سؤال الناس كتير بتفكر فيه، طب أنا أفرق إزاي النهاردة؟ يعني الأعراض تقريبا واحدة في الزكام والأنفلونزا والبرد، والمتحور الجديد هو نفس الأعراض الظاهرية، نفرق إزاي أو نعرف التشخيص السليم إزاي؟ طب هو أنا دي محتاجة أفرق، لما تبقى العدوى بسيطة، زكام واحتقان وسحرة بسيط والشخص بيخف خلال 4 أو 5 أيام، هو أنا محتاجة أفرق؟ محتاجة أقول للعيان اللي عندك ده مخلاوي ولا إنفلونزا ولا برد؟ طالما الأعراض بسيطة ويصعب التمييز بالفحص الإكلينيكي ليها، خلاص أنا العيان هيرتاح، سوائل خوافض وهيخف. طب مين اللي محتاج أميز له ومحتاج بروتوكول خاص؟ فئة بسيطة جدا اللي هي واحد كبير سن، واحد حرارته شديدة ومتواصلة، واحد بيكح، واحد عنده صعوبة في التنفس، واحد مريض سكر، مريض قلب، واحد عنده مشاكل مناعية وصحية يستلزم إن أنا أعمل له المسح واتاكد ايه عشان هبتدي له بروتوكول استباقي علشان ظروفه الصحيه ودي حالات قليله. لكن باقي الفئات اكتر من 80% مش محتاجه اميز واقول له هو ده برد ولا كورونا، يعني الكل يتعامل نفس المعامله في الاعراض دي. ليه؟ لان الاعراض بسيطه، مش مستدعيه فحص، مش مستدعيه اشعه، مش مستدعيه مسحه. الشخص في المنزل بالاعلاجات التقليديه والسوائل والراحه والفيتامينات والخافض الحراره بيخف بنسبه كبيره جدا جدا، ما بيحتاجش البروتوكولات خاصه. فئات معينه تحتاج للكشف، تحتاج لبروتوكولات خاصة، تحتاج تحديد نوع الفيروس اللي موجود عندك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد الحداد. إذن لا داعي للقلق بالنسبة للمتحور الجديد الـJN1.